طبعا الجبهة الجنوبية كما تسمى اليوم عم تشهد تصعيد نوعي، خلينا نقول، إنما فيما يعني المقاومة حزب الله بعد ضمن الضوابط الأساسية اللي وضعها الحزب من البداية بعده لحد اليوم ما عم يتعرض للمدنيين إذا تبقى منهم حدا بالمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، بعده لحد اليوم ملتزم بضرب المواقع العسكرية اللي بيعتبرها هي الهدف الأساس واللي هي أصلا عم تستهدف المقاومة أو شباب المقاومة وعم تستهدف حتى يعني معظم الأراضي اللبنانية صارت هلأ عمليا. الفارق الوحيد اللي الناس هلأ يعني عم بتشوفه أنه كأنه في تصعيد صراحة هو أنا برأيي له بعد آخر. السبب الأساسي أنه بعد ما نحن كنا من 2006 لحد 2020 في شكل ما من استرخاء على الجبهة، في هدوء يعني حذر كان يصير بعض الإشكالات، إنما المقاومة كانت في حالة تجهيز وتحضير دائم. من الجهة الثانية كمان جيش العدو كما تبين لاحقا كمان كان عم برمم بنيته الأمنية والعسكرية، لذلك في البدايات كلنا عشان نكون واقعيين يعني وما نحكي كلام يعني في مثل ما بقولوا بطولات وهمية وحكي تشبيح، يعني خلينا نحكي بالواقع. الواقع أنه في بدايات هذه المواجهة تمكن جيش العدو من استهداف العديد من قيادات المقاومة على مستوى الكوادر، يعني في الصف الثاني والثالث وغيرهم، عم نحكي بالتراتبية العملانية يعني. نعم. بس هل يمكن القول أنه تغير الوضع اليوم وكانت شغلي خلينا نقول بين يعني هلالين كانت إلى حد ما مفاجئة أنه العدو متمكن استخباراتيا من هالموضوع، لأنه فعلا كان يعني في تقنيات ما كانت واضحة رغم أنه المقاومة من بدايات المعركة دمرت كل الكاميرات، كل أجهزة الترصد وأجهزة التنصت الموجودة على الحدود، ضربت الأبراج، إنما يبدو كان في تقنيات أعقد من هيك بكثير وطبعا متوفرة ليست لدى الإسرائيلي فقط لأنه أيضا وضعت من قبل دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بين يدي الإسرائيلي وشفنا خروقات في بعض الأماكن. بهاي الفترة يعني من 6 شهور أو 7 شهور لحد اليوم، يعني صرنا اليوم باليوم 201 بهذه الحرب على غزة وعلى لبنان، اليوم تمكنت المقاومة بعد هذه التجربة رغم أنه طبعا كان في تضحيات يعني مشرفة من قبل المقاومة، تمكنت من استعادة زمام المبادرة واستيعاب الواقع الأمني والعسكري الجديد اللي حاول العدو أن يفرضه، وبالتالي صارت هي المبادرة وهي اللي عندها قدرات أكبر، وصرنا نشوف قديش العدو عم يصاب في أماكن أساسية، قواعد عسكرية مهمة، مراكز قيادة مثل امبارح اللي انضربت بمنطقة المنارة، وأيضا في استهداف لمواقع أساسية واستراتيجية في هضبة الجولان المحتلة. وبالتالي هذا التغير اللي صار، لأنه بالأول المقاومة كانت عم تحاول عمليا أن تخفف خسائرها من خلال الابتعاد عن المواجهة المباشرة حتى تكون استوعبت الموضوع وشافت شو المتغيرات اللي صارت على الجبهة، هذا اللي أعطى المقاومة القوة الأكبر اليوم وأعطاها القدرة على استعادة زمام المبادرة والانقضاض على العدو في أكثر من موقع.